السلام عليكم. اليوم جبت لكم فيديو بزاف مفيده لوليداتنا اللي حبوا يتعلموا اللغه الانجليزيه من الصفر. علاش؟ باسكو فيها اهم النشاطات اللي نديروها كل يوم واسمها بالانجليزيه ماي ديلي روتين اور ماي ديلي هابيتس. اول حاجه بيان سور نفضنا تحل عينيك نقولوا اي ويك اب، تنوض من فراشك نقولوا اي جيت اب. اول حاجه راح نديروها هي اي نتوضا، يعني اي بيرفورم ابلوشنز، اي بيرفورم ابلوشنز، صلي صلاتي I do my prayer. نلبس حوايج المدرسة I get dressed. I get dressed. فطور الصباح نشرب قهوة تاع الصباح القهوة نقولو I have breakfast. I have breakfast. نروح للمدرسة I go to school. I go to school. نرجع للدار 12 I come back home. I come back home. نفطر وجبة الغداء قولوا I have lunch with my sister ولا with my family. مهم I have lunch. نرجع للمدرسة I go back كي نجي للدار. I come back كي نعاود نروح. I go back. I go back to school. يزيد يقرأ شوية. Okay. I have my lessons, my classes. وبعد يرجع للدار على 4:30 مثلا نقولوا I come back home again. I come back home again. يشرب القهوة تاع العشية نقولو I have a snack. I have a snack with my mother ولا my brother كيما حبيت. كملت القهوة تاعك وليدي روح صلي صلاتك اللي شفناها مقبل هي I do my prayer. نقعد ذكاتك وش ندير؟ نروح ندير واجباتي المدرسية. I do my homework. I do my homework. كملت قرايتك وليدي وش ندير؟ روح تلعب شوية نقولو I play. تلعب مع حيوان نقولو I play with my pet ولا مع صديق with my friend ولا مع خويا الصغير with my brother etc. هاك تلعب تلعب حتى تسمع ماماك تقولك اروح تتعشى غسل يديك واروح تتعشى نقولو I have dinner. I have dinner. مور العشاء شوف شوية تلفزيون I watch TV. I watch TV. نقرأ قرآن بلكو ترقدو بلا ما تقرأ قرآن. I read Quran. Quran يعني I read Quran. نقدر نديرو I read Quran الصباح إن قرآن الفجر كان مشهودة لنوض الصباح الله الله يصلوا الصلاة ويقرأوا شوية. I read Quran وندخل فراشي نرقد خلاص الله الله. I go to bed. I go to bed. I go to bed. فلا هذه هي أهم النشاطات. إلا كاش نشاط نسيتو اكتبوه لي وأنا نترجمه لكم. أوكي هاي تهلاو في روحكم وفي والديكم. سلام.